احتسب ركلات جزاء 9 ركلات جزاء، احتسب 3 ركلات في المباراة واحدة الماضية بين الوحدة والنصر، ولكن صفرة البداية بهذا الحكم الدوري خليل جلال. التعاون الضيف على الاتحاد، ضربة البداية لصالح الاتحاد، مباراة الدور الأول انتهت 1-0 للاتحاد في الرمق الأخير في 89 دقيقة الأخيرة عندما سجل
الراسل ما يبدي مساحة ولا عدة الاتحاد لو ترك المساحات عدة الاتحاد أخذ راحتهم وعينك الخالد ولكن كرة هزازي إلى تسديدة اطلع يا مدير يا هزازي يا رائع حلو والله حلو والله جرع جرع عجبني في اللعبة كل الحال من الحال السعودية شمال وشرق ووسط وجنوب الاتحاد العربي الجنوبي الاتحاد السعودي من حقك كرة سريعة توصل إلى علي التركي يبحث المين لوحده بيحاول يعدي علي لعب مهاري يمكن حل فردي إلى 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 هذا المدير هذا لعيب علي علي والده أهلاوي هدف راحي لكن والده الآن تعاون أبوه تعاون هو ولد أبوه الى كرة ملعوبة لنتي الى عالية الى لعبة اتحاد المدرس كله قام الملعب كله وقف على لعبة على لعبة دورين والله على رفعونك ويبدو نخلص المباراة كرة من حيوة بيخطورة عندك راس على طول الى لعبة يا سلام يا هزاز يا سلام يا هزاز تسديدة اوه يا المجيان تعب جمهورك وتعب رعيتك وتعب بسنين وسنين مدرج الاتحاد شوف يا ساتر
وفقنا للجهد الذي بذلناه. لا كنت واقعي، ولكن لا مستحيل في كرة القدم. ربما اعتقد الاتحاديون بأنهم سوف يخوضون مباراة سهلة أمامنا، وقلت للاعبي فريقي أن نؤمن بحظوظنا، لأن في بعض الأحيان من السهل أن تلعب أمام فريق يلعب كرة قدم عكس الفرق الدفاعية. هذا ما شاهدناه في الشوط الأول، كنت حذرا عكس الشوط الثاني. أخبرت لاعبي فريقي بين الشوطين أن يؤمنوا بحظوظهم، لأني لاحظت نوعا من الأرهاق لدى لاعبي الاتحاد ولم يكونوا بكامل لياقتهم، لذا تغييراتي لم تكن دفاعية بل هجومية لكي أحافظ على الطابع الهجومي، لأني في حال أشركت مدافع أو محور آخر يعتقد الجميع بأنني خائف، وأنا هنا لألعب بكامل حظوظي. لاحظت في المؤتمر الصحفي بأنه لا يوجد لديكم مترجم، جميع لاعبي الفريق يفهمون لغة كرة القدم وهذا يكفي بالنسبة لي. أغلب لاعبي فريق التعاون يجيدون الإنجليزية، الحربي ممتاز جدا والحارس فيصل، لاعبي الفريق أذكياء، وأنا فخور بأن أكون مدربهم. طموحي كبيرة كوني أتيت من منصب مساعد مدرب. جميع لاعبي الفريق يثقون في إمكانياتي، وهذا عنصر أساسي في نجاح أي مدرب. مستوى كرة القدم في السعودية جيد جدا، ولكن الصعوبة تكمن في تغيير عقلية اللاعب السعودي، لأن أغلب اللاعبين السعوديين ممتازين فنيا، ولكن من الصعوبة أن تقدم أداء كبير وأنت لم تتأقلم مع الاحتراف. كان مدرب التعاون طبعا خالد لفت انتباهي حاجة، مدرب التعاون يمكن هو الفريق الوحيد اللي ما عنده مترجم، على اعتبار أن المدرب يقول أنه أغلب لاعبي الفريق يتحدثون اللغة الإنجليزية. والله طبعا وجود المترجم عامل مهم جدا جدا للتواصل بين اللاعبين وبين المدرب، وبين حتى المدرب يحتاج، حتى برا النادي برا التمارين يحتاج مترجم معاه في الكثير من الامور. انا استغرب صراحه عدم وجوده، ماني عارف كيف ابو ريان فايت على نقطه زي كذا. على العموم يا ابو بدر، الكلام اللي اهم من المترجم اللي حنقول التعاون كسب 9 نقاط في الفترة الأخيرة، 3 نقاط أمام الأهلي و3 نقاط أمام الاتحاد و3 نقاط الشهيرة أمام نجران، فأتوقع أنه عمل جيد الأخوان في نادي التعاون جالسين يقومون فيه. إذا التعاون أخذها في الملعب يعني قبل ما يأخذها بالقرار، نعم أنا أقول لك 3 نقاط شهيرة يعني رايحة جاية من القصيم لنجران بعدين استقر. والله تعبت ال3 نقاط هذه، ولا وراحت سويسرا والاتحاد الدولي ورجعت يعني تمشت ال3 نقاط. الفريق على الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تصدر فريق النصر.